الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، راجيا ربي عز وجل أن يجعلنا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارس بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة يا رب العالمين بفضلك ومنك وكرمك. والآن مع ختام سورة غافر بفضل الله عز وجل، وهي صفحة رقم 476، وهذه الآيات الكريمة فيها دعوة كل الأنبياء من قبل إلى الله جل وعلا وإلى توحيده وعبادته. يعني جميع الأنبياء جاءوا من أجل هذا الدين، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. كما أن الآيات الكريمة فيها بيان لآيات الله عز وجل الكونية وقدرته الواضحة في هذا الكون وسننه تبارك وتعالى لا تتخلف، وواجب علينا التفكر والاعتبار. وكذلك في الآيات خسارة من لم يؤمن بيوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. والمعنى: ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك، يعني من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم. ومن هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك خبره. إذن يستفاد أن عدد الأنبياء والرسل غير مقصور على الذين وردوا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل هناك أنبياء ورسل كثر غير هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه. فاقترح الكفار على أممهم الإتيان بالآيات، ظلم، فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجى الرسل، وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا لآياته الكونية التي يعني تستدعي منا التفكر والنظر والاعتبار، قال جل وعلا: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم أيها الناس الإبل والبقر والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحوم بعضه. فالله عز وجل سخر لنا الأنعام سبحانه جل وعلا للركوب وكذلك للأكل. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. يعني لكم في هذه المخلوقات منافع متعددة، وهذه آية من آيات الله عز وجل تتجدد في كل عصر، ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات، وأبرزها التنقل في البر والبحر. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يعني يريكم سبحانه وتعالى من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته، فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آياته. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا
كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها، فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالا وأعظم قوة وأشد أثارا في الأرض. راحوا فين الجماعة دول كلهم؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضح كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم ونزل بهم ما كانوا يسخرون به منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، يعني فلما رأوا عذابنا، لما شافوا العذاب بعينيهم قالوا مقرين حين لا ينفعهم إقرار، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، يعني فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعا لهم. سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعاينون العذاب، وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب. اللهم أجرنا من العذاب يا رب العالمين. يستفاد من الآيات: لله تبارك وتعالى رسل غير الذين ذكرهم في القرآن الكريم ونؤمن بهم إجمالا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الرسل، نحن بفضل الله عز وجل نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ولا نفرق بين أحد منهم. كذلك استفاد من نعم الله تبارك وتعالى تبيين الآيات الدالة على توحيد، يعني الآيات الكونية لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آيته عجب عجاب لو ترى عيناك. كذلك استفاد خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحبه، يعني ما فيش حد يفرح بالباطل، إنما الفرح يكون بطاعة الله عز وجل، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك استفاد بطلان الإيمان عند معاينة العذاب المهلك، يعني خلاص وقت نزول العذاب الإيمان في الوقت ده ما ينفعش، وحد جاي عايز يؤمن في الوقت ده بعد معاينة العذاب وشاف العذاب بعينيه خلاص هذا كان إيه؟ كان في السابق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به العاملين به الداعين إليه. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.